أهلا بكم من جديد. بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في القطاع الخاص، أعلنت شركة مستشفى المواساة عن تعاون جديد مع أكبر مركز طبي للعناية بالعيون في بلجيكا شيريك، ويقوم المركز بكافة أنواع الإجراءات المتعلقة بالشبكية والجسم الزجاجي والجراحة بالمناظير وتحت الشبكية وإدارة داء السكري، وتتم عملية التقييم للجراحة باستخدام أحدث أجهزة التشخيص بما في ذلك التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد. Our main field of insurance is to make the patient a very dedicated IV. This event marks هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في تاريخ مستشفى المواساة الجديد، حيث ستؤهلنا هذه الشراكة إلى تطبيق أحدث التقنيات والتكنولوجيا المقدمة للمرضى. فنحن نؤمن بأن هذا النوع من التعاون مع أفضل المراكز المتخصصة في العناية بالعيون في أوروبا سيعزز من الخدمات التي سيقدمها مستشفى المواساة في هذا المجال. إن الهدف من هذه الشراكة هو أن نؤسس هنا في الكويت مركزا طبيا ضخما يتميز بتاريخ عريق في طب العيون. خلال اجتماع مع